لكل جرح غائر وهو المحارب نزغة الشيطان وهو البلاغة والفصاحة كلها وهو الحضارة في علو مكاني. يقرأ كتاب الله وافهم حكمه تدرك عطاء الله في إحساني. فهو الخطاب لكل عقل نابه وهو الضياء بنوره الرباني. يهدي إلى الخير العميم وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. يقرأ كما أمر الرسول تعلما وانبذ طريق السهو والنسيان. الجاهلون قد افتروا بحماقة لإهانة القرآن في إمعاني. قرآنكم يا مسلمون محارب ومهدد بقذائف البهتان. قد بدلوا الآيات بعد نزولها ومعارضين هداية القرآن. لم يؤمنوا بفصاحة وبلاغة بل جاهروا بالحقد والعصيان. إني أنوح مهابة بل خشية من خالق الآفاق والأكوان. من ذا يدافع عن كتاب خالد؟ من ذا يؤمن ساحة الفرقان؟ يا أمة الإسلام أين جهادكم ودفاعكم عن حوزة القرآن؟ يا أمة الإسلام أين جهادكم ودفاعكم عن حوزة القرآن؟ فكتابكم جمع الهداية كلها وكذا العلوم لسائر الأزمان. إني أحب المتقين بقوة وأحب من يحمي حمى الرحمن. سيروا إلى الهدي العظيم بهمة وتسلحوا بعقيدة الإيمان. فالله خير حافظا لكتابه وهو القوي بعزة السلطان. فالله خير حافظا لكتابه وهو القوي بعزة السلطان.